قصدي يعني والله ما عم صدق كيف خالتي جابت لي كل هدول الذهبات لألي أنا. شو لك؟ أنت مو بس كنتها وبنت أختها وحبيبتي. أصلاً كنت عارفة من الأول إنه رح يجي يوم ونتزوج. عاصم ما قلت لي لوين رح نروح بشهر العسل؟ لوين ما بدك أنت؟ يعني لوين؟ لشوف قديش إجانا نقوط على العرس وبعدين منقرر لوين منروح. يعني بدك تاخدني على شهر العسل من نقوط العرس؟ لكان شلون؟ صرفت كل شي معي على العرس. طيب ماشي يلي بدك يا، بس خدني على شي مكان اليوم. ايه طيب ماشي.